سيزال جدل الانسحاب الأمريكي من العراق مستمرا، حيث بدأت المطالبة الرسمية العراقية بانسحاب القوات الأمريكية بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي بغارة أمريكية قرب مطار بغداد. وفي الخامس من شهر كانون الثاني الماضي عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية بغياب السنة والكرد، صوت فيها على انسحاب القوات الأمريكية من العراق كرد فعل على مقتل سليماني والمهندس وبحجة انتهاك السيادة العراقية. أيضا بإمكان السيدات السادة النواب المضي بالإجراءات التشريع بما يتعلق بما طرح السيد النائب بما يتعلق بالاتفاقية. تمت الموافقة على القرار. إيران وبعد أسبوع من مقتل سليماني ردت بقصف لقاعدتي عين الأسد والحرير في الأنبار وأربيل بصواريخ باليستية دون أن تقتل جنديا أمريكيا واحدا في القاعدتين، الأمر الذي ردت عليه واشنطن بنشر بطاريات باتريوت من قبل البنتاغون في محيط القواعد العسكرية بالعراق، وبناء على موافقة حكومة بغداد لتقرر قيادة التحالف الدولي الانسحاب من 6 قواعد عسكرية عراقية وتسليمها لقوات الجيش تنفيذا لقرار البرلمان العراقي. السابع من نيسان الماضي شهد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن في حزيران المقبل يحدد طبيعة العلاقة بين البلدين، وهذا ما بحثه السفير الأمريكي ماثيو تولر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مؤخرا. العراقيون يعولون على فريق الكاظمي المفاوض في الحوار الاستراتيجي ليكون في صالح العراق وشعبه. الفريق يبدأ برئيس الحكومة والذي كان يرأس جهاز المخابرات وعضوية جنرالين عسكريين على رأس وزارتي الدفاع والداخلية وصولا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. لكن يبقى السؤال الأبرز، من المستفيد الأكبر من هذا الانسحاب والذي أجابت عليه دراسة أمريكية بكلمتين فقط هما إيران وحلفاؤها؟